كما كنستغلوا ان شاء الله من خلال استراتيجيه مندمجه على تقويه صمود الاسره المغربيه في مواجهه المخاطر الاجتماعيه لتحقيق تنميه اجتماعيه دامجه ومبتكره ومستدامه، وذلك مقاربه وفق مقاربه كترتكز على ثلاثه المحاور الاساسيه، فيها الاحداث ديال البيئه ديال الاجتماعيه ذكيه ودامجه، كاين المساواه والتمكين والرياضه، وكذلك العمل على تكريس الاسره كوحده متضامنه ورافعه للتنميه المستدامه. هذا واننا مقتنعين ان اعاده الاعتبار للمراه المغربيه لا يمكن فقط في تتمين ادوارها اقتصاديا واجتماعيا، بل يمتد الى التمكين السياسي لكي تساهم المراه بنفسها في صنع القرار. وفي هذا الاطار أهنئكم داخل حزب التجمع الوطني الأحرار قيادات مركزية وجهوية ومناضلات ومناضلين على اختياراتكم الصائبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، من خلال الدفع بنساء الأحرار لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة، ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية. فمن نساء التجمع الوطني الأحرار، فمن نساء التجمع الوطني الأحرار نجد اليوم 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، صفقوا عليهم. تجمع الأحرار عنده تجمع لا تعافاك كمل لا تعطيني دقيقة. تجمع الوطني الأحرار عنده اليوم 18 رئيسة ديال الجماعة، عنده جوج رئيستي مجلسين إقليميين، كما تتولى نساء الأحرار عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقفوا نشوفكم، وقفوا لالا. صفقوا عليهم لأنه مغربنا ما يتمكن من رفع التحديات إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، وهذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، ذلك أن تحقيق مغرب التقدم والكرامة اللي بغاه سيدنا الله ينصره يبقى رهين المكانة الذي سيوليه مجتمعنا للمرأة، وبمدى مشاركتها في مختلف مجالات التنمية. شكرا لكم وتبارك الله عليكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.